التقينا مع الحراك الشعبي الشباب الشعبي في الشارع من أجل رفع النفايات ومن أجل محاسبة الفاسدين وإسقاط نهج المحاصصة. واليوم نحن نجدد المطالبة بحل عادل ومستدام لأزمة النفايات يحفظ المال العام. اليوم مع مجموعات من الحراك، مع الأصدقاء المبادرين في مجموعة طلعت ريحتكم، وفي حراك الجبل، وفي مجموعة حلوا عنا، وبقية الزملاء، التقينا في هذا المؤتمر كخطوة منا كلقاء لدعم جهود الحراك المدني في مسيرته الطويلة ومضمون البيان موضوع المؤتمر هذا. لذلك نحن في لقاء الدولة المدنية ندين تلكؤ المجلس النيابي عن دوره، ونكرر موقفنا بضرورة انتخاب رئيس للبلاد ينهي التعطيل والفراغ، لأن في ذلك مدخل سليم للبدء بمعالجة تداعيات التعطيل. دعوة واضحة منا إلى كل مجموعات الحراك، إلى شعبنا اللبناني، للتضامن حول قضاياه، حول قضايا أساسية عنوانها الأساسي الكرامة الوطنية التي أهانتها هذه الطبقة الفاسدة الحاكمة. مساء الخير، مساء الشعب اللبناني اللي ما في مين عم بيخاطبه كمواطن، لا مؤسسات رسمية ولا أحزاب. مساء الحديث الصريح من مواطنين لمواطنين بتجمعهم نفس الهموم والهواجس. بالبلد في أزمتين، الأولى عمرها كم شهر من يوم اللي تسكر مطمر النعمة، والتاني أزمة عمرها كم سنة من يوم اللي انتمرت ملفات الحرب الأهلية باتفاق ما تنفذ منه شيء. ولما اجتمعت الأزمتين ولدت ردة فعل بشعار اسمه طلعت ريحتكن، وبشعارات تانية ومجموعات تانية موجهة ضد النفايات المكبوبة قدام بيوتنا وأنهارنا وغاباتنا وعلى طرقاتنا، وضد فساد سياسي حول الوطن اللي منحلم فيه ومنحلم ننتمي لإله لكنتونات طائفية وزبائنية بعيدة عن المحاسبة والشفافية. من 5 شهور ولليوم البعض بيعتقد انه ما قدرنا بحركاتنا الاحتجاجية نعمل شيء، بس هيدا الكلام مش صحيح. لما احزاب سياسية تعقد مؤتمرات صحفية لتحكي عن فساد بالدولة، معناتها انت عم تجبرهم لهيدا الاحزاب يروحوا على الخطاب الصحيح. لما كل اركان السلطة بيجتمعوا بطاولات حوار وبيحاولوا المستحيل ليركبوا تسوية تضمن استمرار نظامهم ويتعالوا على مشاكلهم كرمال يحافظوا على كراسيهم، بيكون أثبتت قدرتك على تحريك المي الراكدة. لما تسقط المناقصات اللي كانت دكاكين معدي للفساد، بتكون عملت انتصار. لما وزير الوصاية على أزمة النفايات بيتم عزله وتعيين غيره، بتكون حققت إنجاز ولو بسيط. ولو كنا ببلد في سلطة ديمقراطية ومحترمة نفسها وشعبها، طبعا كان التغيير رح يكون أكبر. للأسف ما قدرنا نجبرهم يلاقوا حل لأزمة الزبالة بعد، والسبب وحسب كلامهم هو أنه اختلفوا على شو بيطلع لنا. جربوا يشوهوا الصورة عند الرأي العام ويتهمونا إلنا كتحركات أنه نحن سبب العرقلة، مع أنه من 9 أيلول لليوم ما اجتمعت الحكومة ولا مرة، وعلى الرغم من مسيرات وتظاهرات بتدعي بس لتجتمع الحكومة وتاخد قرارات ومراسيم بتحل أزمة النفايات. كرمال كل هيدي الأسباب، ولأنه يوم اللي نزلنا على الشارع قطعنا عهد على نفسنا بأننا مستمرون، ولو أخذت الأمور وقت وجهد وتعب، جينا اليوم لنتصارح. جينا اليوم لنتصارح نحن مستمرون، وتصورنا للدولة اللبنانية مبني على الأسس التالية، فيكم تسموها رؤيتنا المستقبلية: دولة بتحترم الدستور، دولة بتفصل الدين عن الدولة، دولة عدالة بتشتغل فيها السلطات لتحقيق حاجات المواطن الأساسية من بنى تحتية وطبابة وتعليم واستشفى، وهون عم نحكي عن مؤسسات رسمية مش شركات خاصة، دولة بيتعدل فيها النظام الضريبي بحيث انه اللي بيربح اكتر هو اللي بيدفع الضريبة اكتر. اما بالمرحلة الحالية نحن مستمرين بمطلبين، مطلبين أساسيين نزلنا كرمالهم من أول يوم ب 19 تموز 2015، وهن: 1- حل أزمة النفايات بطريقة صحية وبيئية
وكرمال هيك رح نقول للسلطة وللمعنيين بالسلطة، نحنا بدنا الحل، نحنا عم نشتغل على الحل. تفضلوا قولوا لنا انتو اللي عم تقبضوا رواتب من جيوبنا ومن اموالنا كرمال تكونوا مقدمين حلول، شو خطتكم؟ وين المحاسبة؟ وين المحاسبة اللي وعدتوا فيها؟ وين الشفافية؟ وين الخطة؟ نحن مع سحب الملف من مجلس الانماء والاعمار وحطه تحت وزارة البيئة، ومع اي حل بيتم اقتراحه شرط يكون خاضع لدفتر شروط بيئي وصحي وحسب خطة مستدامة. انتو بتعرفوا انه ما في حل جدي اذا ما اخذ بعين الاعتبار مبادئ بديهية مثل التخفيف والاسترداد والفرز واعادة التدوير، وكرمال نساعد في معايير للتمر والحرق والترحيل والمعالجة، عديناها وفينا نتعاون معكم تشوفوها، التزموا فيها وفرجونا بوادر حسن النية من خلال اقرار المراسيم والقرارات اللي بتودي حل نهائي لهالأزمة. وقفوا وعود وتصريح هدفها كسب الوقت وترك زبالي بالشارع. منطالب بمشرفين مستقلين بيقدموا للرأي العام تقارير دورية للتأكد من سير الخطة والالتزام بالمعايير فيها. اعطونا حل طويل الامد، ما بدنا صفقات مطامر طائفية، محاصصة شركات او ترحيل باسعار خيالية، ما بدنا سرقات. ملاحظة مش حلوة بحقنا نحضر مؤتمرات عالمية ونقعد بتخفيض انبعاثات الكربون ونسكت عن حرق النفايات كل يوم بالشوارع. نحنا بدنا قانون انتخابي نيابي جديد بيضمن التمثيل العادل لكل فئات الشعب اللبناني. هالقانون هو اللي اتفقتوا عليه بالطائف من 25 سنة. بدنا القانون اللي بيعتمد النسبية وبيتضمن الإصلاحات. فيكن تنتخبوا الرئيس، فيكن تشرعوا اللي بدكن إياه، فيكن تعملوا الخطوات السياسية الدستورية اللي بدكن إياها، ولكن بدنا هيدا القانون. بدنا قانون بيشكل مدخل لإصلاح سياسي حقيقي مش حبر على الورق. بدنا قانون نقدر نبني عليه تنوصل لبلد بلا طائفية. بدكن تعملوا تسوية؟ ممتاز، بدنا حصة الشعب اللبناني كله من هالتسوية. مستقبل الأجيال مش ممكن يتأمن كل ما أنتم مصرين على التقسيم الطائفي. ما بدنا دواء مخفف لسرطان خلقتوه ورعيتوه وعم بيهدد يقتلنا كلنا، نحنا وانتو. من حق اللي بحبوكن واللي مستعدين يفدوكن بدمهم انه يحصلوا على اللي بيضمن لهم بقائهم كمواطنين، مش رعاية على المدى البعيد. وبناء على انه ما صار في تقدم بهالمطالب وعلى استفتاء اجريناه الاسبوع الماضي وشارك فيه ميات اللبنانيين المعنيين بالشأن العام، وهيدي كمان من النتائج الايجابية لتحركاتنا، ندعي لسلسلة من التحركات هيدا الأسبوع وهي على الشكل التالي. نهار الأربعاء ب16 كانون الأول، وقف رمزي الساعة 1 بعد الظهر أمام قصر العدل لمساءلة المدعي العام المالي عن نتائج التحقيق بالفساد بملف النفايات، ومنطالب المدعي العام المالي بكشف التحقيقات وشو اللي عم بيعرقلها. نهار الخميس 17 كانون الأول، وقف رمزي تانية على الساعة 1 الظهر أمام وزارتي المالية والاتصالات لمطالبة هيدي الوزارات بالعمل على الإفراج الكامل عن أموال البلديات لتسهيل عملها بكنس وجمع ومعالجة النفايات. وهون بدنا ننوه بكل البلديات اللي أخذت على عاتقها هيدي العملية، ومندعي البلديات التاني كمان لتنضم لعملية أخذ زمام المبادرة. الدعوة إلى مظاهرة مركزية سلمية نهار السبت 19 كانون الأول الساعة 3 بعد الظهر بساحة رياض الصلح، لنطالب الحكومة بالاجتماع فورا وإقرار المراسيم والقرارات اللي من شأن حل أزمة النفايات، ولنطالب المجلس النيابي وخاصة اللجنة المكلفة وضع قانون انتخاب إنه يضمن هالقانون التمثيل العادل لكل فئات الشعب ويحتكم للدستور مع النسبية والإصلاحات. مش نازلين على الشارع لنغص فرحة الأعياد، بالعكس، لنقدر نطالب بأفضل عيدية للمواطنين بفتح بصيص أمل على أبواب سنة جديدة. نطلب من كل الناس المؤمنين بالتغيير، كل الناس اللي عندهم ملاحظات أم انتماءات سواء لأحزاب مشاركة بالسلطة أم لا، لمجموعات وجمعيات شاركت بالتحركات أم لا، إنه نكون موحدين نهار السبت وببقية الأنشطة الجاية ملتزمين برفع العلم اللبناني بس. حتى شعار طلعت ريحتكن ما رح نرفعه. إذا كان في اتفاق بين كل القوى السياسية على إبقائنا بنظام ما بيأمن المساواة وبيخلينا عايشين بالرجعية، فأقل شيء
انه المؤمنين بالتغيير بهالبلد وبحق الجميع ان كانوا متحزبين ام لا من مختلف البيئات والطبقات انه يكونوا متساويين، اقل شيء انه نحنا كمان نكون ايد وحدة. ولكل اللي عم ينتقدوا انه نزلتنا على الشارع ولو لبضع ساعات مش ممكن تعمل فرق من دون مواجهة، منقل لهم وجودنا اليوم بلبنان وبهالمحيط بفكرنا وبمطالبنا وبتحركاتنا السلمية هو بحد ذاته أكبر مواجهة لهيك سلطة. شكرا. إذا حدا عنده أسئلة نحن جاهزين، تفضلي. أول شيء الوزير أكرم شهيب مش أول مرة بيتحفنا بأنه الحل صار على الباب بعد يومين وبعد ثلاثة، له أربع خمسة أشهر يقول نفس الكلام. موضوع الترحيل انحكى عنه من أكثر من شهرين وعلى أساس كان واصل لخواتم سعيدة وما صار. كمان الوزير أكرم شهيب قال أنه المطامر جاهزة بعد يومين بتفتح، كان عم بيحكي عن إصرار، كان عم بيحكي عن المصنع، بعدين اكتشف أنه أحد المواقع الموجودة بالمصنع بيأثر على المياه الجوفية. نحن أبدا ما قلنا ضد أي حل، بالعكس اليوم جايين نقول نحن مع أي حل بيلتزم بالمعايير البيئية والصحية ويكون حل ما في سرقة للشعب اللبناني. فإذا لقينا أنه الحل اللي عم بيعملوه هو حل مستند إلى خطة وهو حل واصل لأنه بعد سنة وبعد سنة ونص بعد سنتين ما تتكرر هيدي الأزمة بسبب السرقة وبسبب الفساد، نحن معه بدنا زبالة تنشال من الشارع. إلنا أربعة أشهر عم نقول نفس الكلام، زبالة تنشال من الشارع. نحن مش مثل السلطة اللبنانية مش فارقة مع حياة المواطنين كل ما هن عم يحسبوا شو بيطلع لهم لأنه قالوا بعض مثل سيلون، لا نحن مواطنين عم نتضرر، تنشال الزبالة من عبكرة، مش نحن واقفين حجر عسرة مثل ما جربوا يكذبوا على الناس. إلنا أكتر من شهر ما كنا موجودين، ما عملوا ولا حل. بعتقد رسالتنا كانت من أول يوم لهلا، بالعكس أي إنسان أي مواطن لبناني حزبي أو غير حزبي منتمي لأي طرف سياسي أهلا وسهلا فيه بوجود بتحركاتنا كل ما هو تارك شعاراته بالبيت، لأنه نحن نزلين كرمال المطالب بطالنا كلنا كشعب لبناني. ولا مرة أي فرد نزل على المظاهرات لأنه بينتمي لحزب سياسي كنا واقفين ضده، كنا واقفين ضد زعيم سياسي بده ينزل يتظاهر ضد حاله لأنه هون بيكون عم يناقض حاله. بدك تنزل تظاهر مع العالم استقيل. اليوم في موجود معنا بين الحضور ناس عم بيمثلوا حملات ونحن على تنسيق تام. اليوم كنا مع حملات مثل بدنا نحاسب وجاي التغيير وكانوا عندهم علم بهيدا الاجتماع والشعب يريد وهن داعمين لهيدا النشاط، وبعتقد رح تشوفونا كلنا سوا مع بعضنا نهار السبت. ما في تنسيق على شكل طاولة ولكن دايما في تليفونات مفتوحة ونحن بالنهاية أصحاب وعنا مطلب واحد، وعلى القليل اللي بيجمعنا كلنا سوا بالحراك هو أكبر بكتير من اللي بيفرقنا، وهو طبعا طبعا هو أنه نوصل لدولة كلنا بنحلم فيها. كان الخلاف هو على تكتيك، هيدا الخلاف بينحط على جنب.